بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خلال الأيام اللي مضت، الإجازة الجميلة مع الغالي أم فاهد، بعد ما رجعنا تعرضنا إلى حملة شرسة مفبركة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله لنا ولهم أن يجعل الله كيدهم في نحورهم ومكرهم عائدا عليهم يا رب. أنا والغالية روحين في جسد واحد، الله لا يغير علينا إلا للأفضل، ونسأل الله يا رب أن من كاد علينا أن يجعل كيده في نحره. اللهم آمين يا رب العالمين. لا تصدقون أي شيء يقال، أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت.